أهلا بكم، متواصلون مع رصد تفاعلات السوشيال ميديا للأسبوع الماضي، والبداية مع الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم الأردني بالفيسبوك، والتي نشرت قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر تركيا بقيادة المدرب سلامي. تساؤل كبير رصدناه في التعليقات عن غياب لاعب خط الوسط خالد زكريا الذي قدم موسما رائعا مع النادي الفيصلي، واعتبر الكثيرون أن التشكيلة ليست من اختيار المدرب، إلى أخبار أنديتنا المحلية، ونبدأها مع نادي الحسين الذي أعلن عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك عن تعاقده مع البرتغالي تياغو مونتو كمدرب فني للفريق الأول، إلى نادي الجزيرة الذي أعلن عن إتمام عدة تعاقدات جديدة حيث تعاقد مع اللاعب خالد الدردور ومالك علان، كما وعزز صفوفه باللاعب أنس بدوي، وأيضا جدد العقد مع لاعبه نور موافي. هذا وعلق المهاجم خالد الدردور على انضمامه لنادي الجزيرة عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام، حيث كتب تحدي جديد مع النادي العريق والكبير نادي الجزيرة، وموسم مميز إن شاء الله. إلى نادي السلط الذي أعلن عن تعيين المدرب ديان صالح لقيادة الفريق بالموسم المقبل. نذهب إلى نادي الرمثة الذي أعلن عن تجديد عقده مع حامل عرين مالك شلبية. آخر أخبارنا الكروية لهذا الأسبوع هو خبر انتهاء عقد اللاعب سند جعارة مع النادي الفيصلي، حيث كتب سند عبر حسابه الرسمي بالإنستغرام: تم انتهاء عقدي مع نادي الفيصلي، أتمنى التوفيق لي ولهم بقادم الأيام. اختير الحكم الأردني أيمن العدارب للمشاركة في تحكيم منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024، وذلك بعد تألقه في البطولات الرئيسية والكبرى لدى الاتحاد الأردني للتايكوندو. تفاعل كبير رصدناه في التعليقات على صفحة اللجنة الأولمبية الأردنية بالفيسبوك، حيث أبدى الكثيرون سعادتهم وفخرهم بالعدارب وتمنوا له التوفيق. ختاماً، اختارت اللجنة الأولمبية الأردنية لاعبي المنتخب الوطني للتايكوندو صالح الشرباتي وراما أبو الرب لرفع العلم الأردني في حفل افتتاح النسخة 33 في دورة الألعاب الأولمبية، والتي تنطلق بشكل رسمي يوم 26 تموز الجاري في العاصمة الفرنسية باريس. علق شرف نصار: بالتوفيق لأبنائنا في الاستحقاقات الأولمبية. وعلق أيضاً خلدون أذيابات: بالتوفيق لنشام الوطن جميعاً. إلى هنا تنتهي فقرتنا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.